قلبي شايلانا في العين شايلينك مننا غيرك مين يا مصر من غيرك في القلب شايلانا في العين شايلينك وكلنا يا مصر في ضربنا من طينك نرفع راياتك واسمك نتف نغنيلك وكلنا يا وتعيش لينا يا مصر وتعيش لينا يا مصر وتعيش لينا يا مصر وتعيش لينا يا مصر أيدا أنا معانا ومعكم مطربة مطرب مميز جدا بصوت عربي اصيل. عرفنا بنفسك يا محمد. محمد ايه؟ معلش عرفنا بنفسك. علي صوتك. اتكلم هنا انا بغني رومانسي يعني. ازاي اكتشفت موهبتك يا محمد؟ ومين اول حد سمعك؟ ابويا. وقال لك انت بتعرف تغني؟ ابويا. ايه اول حاجة غنيتها؟ يعني كانت أغنية كده عندنا في البلد في منطقتنا. ممكن تغنيها؟ ايه غنينا؟ ايوه بس دي مش شغال. مبروك عليك اللي انت بعتها تعرفي وخلي بالك منه واوعي تزعلي اوعي الكلام منك يقع وتعرفي ان انت عارفة بس عشان تنسيني بيه ده انا جوه قلبك قلبي ساب مليون علامة ومش هتنسي لحد ما تقوم القيامة ده انا جوه قلبك قلبي ساب مليون علامة ومش هتنسي لحد ما تقوم القيامة وإن اسمي مرة طال قصادك هيداري ضعفك بابتسامة هتدوري عالحب بعد ما تلاقيش وتحاولي إنك تنسي بس أنا ما تنسيش تفتكر حضني لما تبقي في حضن غيري وتحاولي انك ترجعي ما تعرفيش ما تعرفيش. الله ايه الحلاوه دي. بص يا محمد الموهبه احيانا بتحتاج دراسه. هل انت بتدرس يعني شغاله على على الموهبه بتاعتك دي؟ لا يعني انت بتروح كورسات و في معهد بس مش بكمل دراستي يعني. لا كدراسة على موهبتك نفسها. اه بتروح كورسات تبع ايه؟ طب احكي لنا. طيب انا واحد سايب الدراسة اصلا؟ سايب الدراسة عشان الغنى؟ اه ليه؟ يعني انا مش انت عندك كام سنة؟ 17 مش لسه صغير. بس انا مش بحب المدرسة يعني وكده. ليه مش بتحب المدرسة ليه؟ مش بحبها. احكي لنا يعني مش بتحبها ليه؟ ما كنتش شاطر فيها يعني كنت بحب الشغل عايز اشتغل مع ابويا. انت عرفت منين ان انت صوتك حلو اصلا يعني او في سن كام؟ عرفت امتى؟ ست سنين. ست سنين ومن ساعتها وانت سايب الدراسه؟ سايب الدراسه من امتى؟ في ال 12. في ال 12 سنه كنت في سنه كام كده؟ ستة. مش ناوي طيب تكمل دراسه؟ خالص كده خلاص؟ لا مش هكمل. طيب بتاخد فين كورساتك اللي على الموسيقى بتاعتك؟ في معهد جيتار في شارع. بس يا محمد انا مش موافقاك الصراحه لان الدراسه مهمه. دي يعتبر مستقبل. ايوه بس انا عارفه ان صوتك حلو ومميز وكل حاجه حلوه بس انت الدراسه دي حاجه مهمه في حياتك في حياه اي انسان يعني الشهاده دي اول حاجه انت بتسال عليها. انت منزل حاجه على اليوتيوب؟ اه طب عايز اسمعها ممكن؟ عادي. اوكي.
يا حبيبي الكلام اللي في عينيك قولوا لي وما تحوشوش، قول كتير وحشك عينيا اروى قلبي ما تحرموش، والهواك مكتوب عليا ومن غيره ما اقدرش اعيش، قول لقلبي اللي حبك هتلاقيني بين ايديك عشان يعيش العمر جنبك ما يفرق شي يوم عينيك، انا القلب اللي حبك وعيش نظرة عينيك، واتمنى لحظة لقاك وايديا تحضن ايديك، واتمنى لحظة لقاك وايديا تحضن ايديك. الله بجد صوتك حلو جدا. طيب محمد ممكن تقول لي، بس انا بجد انا باكد على موضوع الدراسه، انا ممكن نظري شخصيا ممكن نظر اي حاجه فات 5 سنين كده. طب وايه المشكله؟ بس ارجع تكمل عادي عادي، حاول انت بس تهتم بالموضوع دي له اهميه، عادي ما تسيبش على الموسيقى، لا انت هتكمل في الموسيقى وتشتغل على نفسك في الاثنين، تحاول توفق بين الاثنين. انت فاهمني؟ انت شايف نفسك في الكلاسيك في الحاجات دي؟ عشان انا مش بفهم فيها. الكلاسيك؟ طيب محمد انت بتنزل البومات؟ يعني بتنزل البوم اي حاجه؟ لا نزل اغنيه بس. في حاجه ناوي تعملها جديده؟ في حاجه انت شغال عليها؟ لسه هشتغل عليها. امتى؟ يعني في الايام دي انا اللي كاتبها. يعني تاليفك انت؟ بس لسه ما لحنتهاش. يعني انت برضو اللي بتلحن لنفسك ولا حد معاك؟ انا وحد. يعني انت وحد؟ طيب ماشي. انت ليك هوايات تانية غير الغنى؟ لا خالص، ولا رسم ولا كتابه ولا قراءه ولا كره قدم ولا كره؟ بكتب، يعني بكتب اغاني وكده. غير الاغاني؟ لا غير الاغاني خالص، يعني سيب الاغاني دي خالص، حاجه تانية غير الاغاني مفيش؟ لا ليه يا محمد؟ ليه انت لسه صغير؟ لا مفيش مفيش. طيب يا محمد عرفنا بنفسك اكتر كده، كلمنا عن نفسك، يعني عايزه الناس تعرفك بعيدا عن محمد المغني، عرفني عن نفسك. يعني انا مثلا لما كنت اول ما غنيت، يعني كان ايوه اول ما غنيت كان ابويا يعني سمعنا حاجه انت بتحبها، اغنيه انت بتحبها مفضله ليك ممكن تسمعها لنا. ماشي. في حاجة معينة بتحبها؟ في تغنيها. اوكي. يا حياتي الروح قلبي مدى النوم ولا يوم ولا برتاح، راح تنسى وتواني او تلقاني كل جراح، يا مسهرني ليالي وانت على بالي، ده انا عمري ما نسيتك، ده انا ما صدقت لقيتك وبتسأل لو حبيتك، وانا دايب فيك وشايفني جايلك جاي وجايب لك قلبي وجاي ناسي وروحي وحباي والعمر الشريك. يا حياتي الروح قلبي مدى النوم ولا يوم ولا برتاح، راح تنسى وتواني وتلقاني كل جراح، يا مسهرني ليالي وانت على بالي، هات ايدك تحضن ايدي سيب حبك جوه وريدي، قربت اقول يا سيدي راح ادوب في هواك، مش عايزك تبعد عني ولا عايز افضل مستني، ده انا منك وانت مني وحياتي معاك. الله. محمد عايز اسالك سؤال، مين اللي بيشجعك؟ مين اللي واقف جنبك في الغنى؟ ابويا بس. مفيش حد تاني؟ طب مامتك؟ لا لا ضدك حاجه زي كده. تمام ماشي، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني مع محمد.
مصر مصر يا فرحتك يا مصر، مصر 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 يا فرحتك يا مصر. وكل شعب مصر يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد. تحيا تحيا مصر، مصر بلادي وجوه فؤادي، هي أغلى الأوطان. في حبي شيء عادي عيلك ما كل أهالي، مصر بلادي وجوه فؤادي، هي أغلى الأوطان. في حبي شيء عادي عيلك ما كل أهالي، عيلك ما كل أهالي. مصر مدت إيديها لزعيمها ورمزها، مصر مدت إيديها لزعيمها ورمزها. رجع لينا الأمل وعاد لينا الأمان، رجع لينا الأمل وعاد لينا الأمان. مصر مدت إيديها لزعيمها ورمزها، مصر مدت إيديها لزعيمها ورمزها. رجع لينا الأمل وعاد لينا الأمان، رجع لينا الأمل وعاد لينا الأمان. ونقول بصوت واحد تحيا تحيا مصر، مصر بلادي وجوه فؤادي، وهي أغلى الأوطان. في حب شيء عادي عيلك ما كل أهالي، مصر بلادي وجوه فؤادي، وهي أغلى الأوطان. في حب شيء عادي كل يا مصر يا أم التاريخ والعز عنوانك، يا أم الهرم والنيل يا رفع أعلامك. يا مصر يا أم التاريخ والعز عنوانك، يا أم الهرم والنيل يا رفع أعلامك. تعيش لينا يا مصر منصورة بولادك، وتعوض اللي منك راح وتعيد أمجادك. تعيش لينا يا مصر منصورة بولادك، وتعوض اللي منك راح وتعيد أمجادك. مين لينا غيرك، مين يا مصر من غيرك، في القلب شايلانا في العين شايلينك. مين لينا غيرك، مين يا مصر من غيرك، في القلب شايلانا في العين شايلينك. وكلنا يا مصر في درب من طينك، نرفع راياتك واسمك نهتف نغنيلك. وكلنا يا مصر في درب من طينك، نرفع راياتك واسمك نهتف نغنيلك. وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر. أيدا أناديلك مصر 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 يا فرحتك يا مصر، مصر 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 يا فرحتك يا مصر. وكل شعب مصر يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد. تحيا تحيا مصر، تحيا مصر. شركة الامتياز فودز لتعبئة وتغليف المواد الغذائية. علشان صحتك تهمنا، بنستخدم أفضل خامات التغليف وكمان أجود أنواع المواد الغذائية. الامتياز فودز لتعبئة وتغليف وبيع وتوزيع المواد الغذائية، أرز، سكر، خضروات وكافة أنواع البقوليات. التعامل المباشر مع كل منافذ بيع المواد الغذائية في كل مكان في مصر، مع تجار الجملة والمحلات والفنادق والمطاعم. الامتياز فودز، شعارنا هو الإتقان يصنع الجودة والتميز. أسعارنا ملهاش مثيل، واسألها تعرف إنه مفيش بديل. شركة الامتياز فودز لتعبئة وتغليف المواد الغذائية، 2 شارع مسجد الرحمة، مساكن فيصل خلف الدائري، 011-5650-1634، 010
ورجعنا لكم مرة تانية مع محمد. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. محمد عايز اسألك سؤال، مين مطربك المفضل؟ مطرب المفضل بالنسبة لي يعني وبتحب تسمع له كتير، بتحب تغني له، مين؟ زي مصطفى حجاج مثلا. مين حد من الجيل ده مثلا؟ عمرو دياب، حماقي، بتسمع تسمع لهم؟ في حاجة معينة بتحب تسمعها لحد فيهم؟ أصولة مثلا، الألبوم بتاعها الجديد، حاجة أنت بتحبها؟ لا أنا بسمع لعمرو دياب. بتغني إيه لعمرو دياب؟ أنا بغني له بتاعت أغنية. طب أنت عارف حاجة لشيرين؟ طب بتسمع لشيرين؟ بتاعت كده قلبي. ماشي، غني لنا شيرين. كده يا قلبي حتة مني، كل حاجة حلوة فيا، كده كده تمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا ديت، يعني ايه؟ يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجة تعباني، يعني ايه؟ يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجة تعباني، كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح، كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح، مش فاضل لي مني غير حبة جروح، مع السلامة يا حبيبي وفي أمان، عمري ما أقول يوم عليك ماضي وكان، عمري ما أنسى مهما طال بيا الزمان. الله يا محمد، ايه الحلاوة دي؟ محمد انا عايز اسألك، انت ليه ما بتغنيش راب او شعبي، ولا مالكش فيه، او انت شايفه ازاي من وجهة نظرك؟ هل هو سلبي بالنسبة لك او ايجابي؟ انت بتسمع اغاني شعبي اصلا؟ بسمع يعني، بس مش بحبها قوي يعني، انا ماليش في الشعب خالص. مالكش في الشعب بس خالص؟ ايه يعني، نوع اعمل شعب. ليه؟ بحب اشكرك يا محمد عشان تشرفتيني الحلقة دي. شكرا اعزائي المشاهدين، ونلتقي في حلقة قادمة. كانت معكم علياء سماحة. شعب مصر يهتف بصوت واحد، 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 تحيا تحيا مصر، مصر بلادي.
مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان، مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان، ونقول بصوت واحد تحيا تحيا مصر، مصر بلادي وفؤادي وهي اغلى الاوطان، في حب شكل عادي تعيلك ما كل الان، مصر بلادي وفؤادي وهي اغلى الاوطان، في حب شكل عادي تعيلك ما كل الان، يا مصري يا ام التاريخ والعز عنوانك، يا ام الهرم والنيل يا رفع اعلامك، يا مصري يا ام التاريخ والعز عنوانك، يا ام الهرم والنيل يا رفع اعلامك، تعيش لينا يا مصر منصورة بولادك، وتعوض اللي منك راح وتعيد امجادك، تعيش لينا يا مصر منصورة بولادك، وتعوض اللي منك راح وتعيد امجادك، غيرك مين يا مصر من غيرك، في القلب شايلانا في العين شايلينك، من لينا غيرك مين يا مصر من غيرك، في القلب شايلانا في العين شايلينك، وكلنا يا مصر في ضرب من طينك، نرفع راياتك واسمك نهتف نغنيلك، وكلنا يا مصر رملة من طينك، نرفع راياتك واسمك نهتف نغنيلك، وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر، أيدي